استمتع جدا لما نكون بين فتره والثانيه نطلع على عالم الشعر من زاويه او من جهه او من لون معين، خاصه لما يكون موقع باسم معين، بحت صوت معينه، البعض يقول مفتعله والبعض الاخر يقول حقيقيه. اليوم احنا راح نشوف ونسمع ونتعرف على شخصية قد تكون أثارت الجدل نوعا ما بأداء الشعر أو كتابته، والبعض الآخر قد هام بوجوده في عالم الشعر، وخاصة أنه هو أيضا أكد في وسائل التواصل الاجتماعي وجوده في هذا العالم. حي الله منيانة ونور مكاننا. حياتي طول عمرك. بداية أقول بو هلا ولا بو فهد؟ والله هلا بنتي وفهد ولدي، يعني ما تفرق معي، لكن السالفة الموضوع أن أصدقائي القدامى ينادون ابو هلا السبب انه بكري هلا، وايضا قبل لا يكون عندي اساس ان اطفال ولا شيء كان نوعا ما كانت كنايه من ابوي الله يرحمه ابو هلا رحمه الله. الان جاء فهد الحمد لله، فصار البعض ينادينه ابو فهد وابو هلا ابو فهد، فاثنين هم ينسوني يعني على فكره. خليهم لك رب العالمين يا رب. نقول ان فيصل العدواني دخل عالم الشعر من امته من زمان، والبحه من امته تو ليش؟ قبل 6 سنين تقريبا. ايش معنى؟ والله مرض سبق قلت السالفه هذه، صار فيني نفس الالتهاب او شيء، سويت عمليه لوز عاديه وبعدها طلعت من المستشفى 3 ايام او يومين، ورجعت مره ثانيه التهاب الحنجور كامل. اوف. اي والله نمت مستشفى السلام تقريبا 9 ايام. طلعت صوتي العن كذا، يعني طلعت صوتي انه مختفي بالمره وشوي شوي رد الى انه وقف على هالشغله، بالاضافه الى عوامل التعريه كثير يعني يمكن. رب ضارة النافعه. والله لا هو خربان يعني اكثر ما هو يعني ان تكون صوت، بس عاجب ناس وايد يعني. انا كل ما اقول لهم ضيفي فلان تقول لي سألي عن بحد صوته. على قولة المثل العربي يقول رب ضارة النافعة يمكن او شيء. نبدا بعد هالتقرير سوالفنا اليوم اللي نتمنى ان شاء الله انها تعجب الكل، وانا متاكده راح تعجب الكل. اعط عمرك الراحة وريح ضميرك، لا يهمك اللي في تعثرك يسعون، حقك أبد ما ياخذها شخص غيرك، كان انكتب لك حق والله يبطون. شاعر مبدع يأسرك بسلاسة المفردة وسهولة العبارة ومباشرتها وتلقائيتها، استطاع أن يكون بالصفوف الأولى في الساحة الشعرية. هو عضو بديوانية شعراء النبط الكويتية، عمل بالصحافة من خلال إعداده لصفحات الشعرية المختلفة، وأصدر عدد من الدواوين الصوتية، انتشرت قصائده بمختلف وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع، حمل أبيات الشعر من الورق إلى مواقع التواصل الاجتماعي. أهب يا بعض الوجيه وقشرها، ما هم هلا سيرة فلان وفلان، ربي خلق كل العباد وسترها وهو على فضح المخاليق سهران. شارك بالعديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية المحلية والخليجية والعربية. شاعر مختلف بجرأته وبطلاقته. قم فز لي يا هاجسي واقدم على الجمع الغفير، شاعرك متنومس وخارج عني طاقة السيطرة، يسخر اللي ما يصير نقيلة ما والله يصير، لأن القصايد تفتخر به والتبختر بختره. فهو اسم ترسم ملامح قصايده وتشيد به شاعريته، الشاعر فيصل العدواني ضيف الليلة. مسي بالخير أيضا على من يرافقنا في هذه الليلة من خلال ريشته والقلم والرسم، الأستاذ يوسف القلاف اللي يطبق كارتون يور سيلف، بس احنا اليوم راح نشوف رسم طريقة غير، راح يكون معنا مرافقنا طول الحلقة، راح نتعرف على الرسمة في الأخير اللي بلش فيها أوريدي تبارك الرحمن، قاعد اشوف بلش الخطوط الأساسية، بلش فيني أنا، بلش فيك. احنا اليوم صراحة كثر ما راح نسولف أكثر راح نسمع، فايش راح نسمع؟ ودي أجيلك، ودي أجيلك ومتردد من أسبوع، ودي ولكن خايف إن كيف ردك، أخاف تحسب جيتينك بها خضوع وتزيد في كبرك ومن الغيظ حدك، مكذب عليك إن قلت لك منك مفجوع، يا قوباسك كيف طولت صدك، يلوع بهمي وناديك ويلوع قلبي سبايب ما جنيته بيدك، وش فايدة صوتي إذا القلب منزوع، والمشكلة ماني على جال حدك، غصب نقلت الجرح ما هو على طوع، وأصبحت ندك كيف أنا أصبحت ندك، يا سيدي
ماني على الورد مدفوع، لصار ما تاوي منه يودك، ولصار مغوينك حواسيد وربوع، ما طاب شيء في هواهم يشدك، اسقيت زرع الصد وانبت الفروع، وحطيت راحت يدك من تحت خدك، وخليت عذال الهوى تدفن الجوع فيني وتروى من مشاريب عدك، مدخلك بالله لا يقولون مخدوم، رفق عساها ذكرياتي تردك، وان كانت الردة مثل حبة الكوع، الله حسيبك والليالي تضدك. ما الله صح لسانك، صعبة جدا مثل حبة الكوع، ما اعتقد راح يرد اساسا، يعني عدمت للامل انه يرجع. والله ججوة هذا القصيدة كلها. كتبتها متى؟ قديمة هذه. معظم قصائدي كتبتها انا توقفت فترة، يعني اكثر القصائد يعني اللي كان عطائي وانا صغير، يعني وانا بداية الشعر، غير عطائي لما يعني توصل سن معين، يعني بداية اي شيء، يعني حين ولد عمي يعني توه شاب ويكتب، فما شاء الله عنده تدفق، هذا اقول لك اكتب، راح يجيك وقت تتمنى تكتب النص، ما تقدر، مو ما تقدر، التزامات الحياة اهم من الشعر صارت عندي. يعني اني يعني قريحة الشعر ما قامت تعطيك مثل الاول؟ لا شوفي تجي اوكي، لكن نفسك بالقصيده ما تبي انها تطول وياك، قبل يعني اكتب القصيده توصل 33 بيت 40 بيت ما عندك مشكله ان شاء الله، لكن الحين اقول لك في يعني صار عندي شغلات انه اهم من الشعر بكثير. صار عندي بيت اهم من الشعر، صار عندي التزامات كثيره بالحياه، يعني صارت اهم من الشعر. هلا وفهد اهم من الشعر، هذا فصار عطائي في الشعر او عطائي في الكتابه اقل نوعا ما. فلما تقولي لي اغلب قصائدك قلت لا قديمه كانت، اكتب جديد اي نعم، ولكن القديم كان اكثر. حلو. تتلمذت في مدرسة والدك الشاعر فهد بن هادي العدواني؟ نعم. شو الاستفدت؟ وكان المدرسة والحاضنة الأولى لي. شو استفدت؟ استفدت كثير، أنا حتى السؤال مو شرط الشعر، استفدت بحياته، يعني استفدت يعني كل شيء سألته عنه وأنا صغير الله يرحمه. رحمة الله عليه. إيه، فكان أبوي عندي، أبوي لو أنه عايش الحين، أبوي يعني كبير حيل بالسن، لو أنه عايش أبوي موجود الحين عمره 104 سنوات تقريباً. فلما توفى اساسا كبير حتى، وانا ما جيت ابوي اساسا على كبر، كان عمره 63 سنه وانا جيت ابوي. فاستفدت منه، يعني لقيت رجل ناضج بالعكس، يعني لقيت شيخ يعني جليل قدامي، بالعكس شاعر كان، وكان حتى سوالفه كانت اغلبها حكم، يعني من تجربه حياه، ما كانت يعني ابو تو يجرب الحياه ويعلمك اياها، لا كان مجرب عدل. وما يقولون المجالس مدارس، والمجالس مدارس، وانا راعي ديوانيه تقريبا الحمد لله، يعني اللي عارفني او يتابع سنابي يشوف اغلب وقتي بديوانيتي، يعني يا حسرتها. لا بالعكس، استاذ عندها في البيت قريب. عاش والحمد لله، يعني مو دفنه بعيده، اسافر يمكن هذا الشيء الوحيد يمكن. ولا المدايع يعني المجلس، ايمان انا كنت يعني راعي مجلس من عمري 9 سنوات، وانا تلمذت المجلس، يعني مجلس ابوي صبق هواء واقف سنتر، طبعا هذا عادي شيء عندنا طبعا. حلو الحمد لله. طيب مراحل العمر ايش كثر غيرت في ثقافتك الشعريه؟ ايش كثر ادت الى النضوج؟ هل السبب في تغيير طرحك الشعري مثلا؟ اكيد اذا هي غيرت حياتي، اذا غيرت شخصيتي مرات من شخص، احس نفسي انا مو فيصل اللي كان عمره 20 سنه، انا حاليا مو فيصل عمره 20 سنه، انا كان في عندي عادات سيئه كثير كلها تحاشيتها ليلا، عرفت ان ما في شيء اسوء في الدنيا انك انت تكون، يعني شوفي يمكن هذا أول مرة أقولها، أنا مرت في تجربة موت. الله يشهد والله. أنا سويت، كان عندي انفجار، صار فيني انفجار أو يسمونه أو شغلة، طبعا لا تقول هذا سكراب قاعد ويانا، بس هذا الحقيقة يعني مت إلا والله، كان فيني طبعا، كان فيني العصبية المفرطة على غير سبب، مرات تكون كنت عصبي جدا، فكنت أنا مزعل يعني شخص عزيز علي يعني، فأثناء المرض هذا والله كان يدور في بالي بس هو، يعني هنا اللي تسوى اني انا زعل بهالكلام القاسي اللي انا اقوله او شيء، فدرت انه ما في شيء يسوى، فاقول ايش غيرت في العمر والتجارب العمريه، تغيرت حياتك، تغير نفسيتك كشخص، تغيرك انت كانسان، فما بالك الشعر، الشعر تغير من زمان معي، انا لما اسمع قصيده وانا عمري 16 سنه اقولها، يعني احد قصائدي وانا صغير اللي يقول خلها على الله ما هي اول خساره، ويا قلبي يصبر يمكن تكون خيره، إن كان ما وده يجب اختيار اللي خلقها الله، خلق ناس غيره، استمر في القصيدة شو أقول؟ أقول فواز عطني من بكيتك زقارة، وعمر لي وخدر لي الشاي وخليها شير، المرحلة العمرية هذه كان عندي متسع، يعني أنا أقول فواز عطني من بكيتك زقارة، لكن لو تقول لي فيصل عدواني تعال الحين قول يلا قول من بكيتك زقارة، أقول لا طبعا ما أقدر أقولها ولا تليق لي أساسا. الواحد ينضج تفكير. سبحان الله، فيبدأ يغير في الأبيات، لو تعيد صياغتها من جديد شنو راح تحط؟
فواز عبد المكيت قزقان هذا راح انهز من الشطر هذا راح انهز. انا مرات يطلبونها مني يعني في امسيات مثلا يقول خلها على الله ما هي خساره الجمهور يطلبها والله ما اقولها استحي اخجل اقولها يعني اروح اقول فواز عطني مكيت قزقان ما تنفع يعني ما تنفع حق انا ما تنفع احلى ما قلت مدور غرور انا احس كل اللي قلتها حبيتها يعني في وقت من يعني لما انا اجي اكتب مثلا القصيده هذه في وقتها تاكد انها كانت هي اجمل شيء انا كاتب احس انها غطت على كل القصائد لانها كانت جديده مثل مولود الجديد بالعربي يعني هو شلون وكانت تلامسني في حزتها فلما تقول هي قلت هي كانت يعني هي هذه القصيده كنت اقول اجمل ما كتبت قبل لا تينا شو اللي كان يلامسك حزتها لا شوف قبل لا اجيكم انا سالت اللي عندي قلت تطلبون اي قصيده ولا شيء فاكثر طلب قصيده يعني مسموع اللي هي شو اسولف لك فحطيتها في بالي راح اقولها يعني بناء على طلب الجمهور وراح تقولها الحين ولا وايضا عندي طلب خاص من اخوي سلطان العراد اليوم يعني وياي متابعه فيقول ابي 1000 ميل فهذول الثنتين راح اقولهم يعني اي هي الاغلى تنقال قبل الاغلى سلطان العراد يلا نسمع يقول له انت يا بال الرطب لو خان بك عدق النخيل ما خان بك بس الدهر خلى عذوقه قاوية تهوي من أعلى قمتك لكن حشى من تبذليل لأنك الوحيد اللي عاكس معنى السقوط بهاوية شف كيف تحيا من بعد ما كان شبه المستحيل تاقف ويعلاك السمو من تحت شمس كاوية تدري أحسدك يا نخل ويا ليت لي قلب بديل يدرك معاني وقفتك ويعن روح ذاوية كم لي وانا اشوفك ولا حصلت بالشوفة حصيل لاني بشر خلقه ضعيف وكل هم لاوية الله اكبر كم نكرت الغدر وبيدي دليل كانت عيوني من الغلا عمية ولا هي قاوية تنظر جروحي واجتنب هم على صدري ثقيل زود عليها هزمن مدري وش اللي ناوية شفني وصلت المنتهى خطوة تعدت 1000 ميل واليوم ما عادت تهم كل الطرق متساوية وطاح الكثير من الغلا ولا بقى حتى القليل من يوم صارت راوية العين ما هي راوية صح لسانك سلطان ليش تحب هالقصيدة والله ما شكيت بالموضوع لو أي بنت تسمع القصيدة تقول حق منو بيهديها مثلا سلطان رفيق درب رفيق عمر ما ظنت أن في واحدة راح تحب أن تكون لها القصيدة هذه يعني لا بس تشك هذا كان واحد يقول طيب خاطري يعني. بالضبط يعني راح تشك تقول أكيد كان في أحد وطاب خاطرة رفيق دربك من زمان سلطان سلطان يعرفه من زمان غير فيك شيء والله أي إنسان شوف أي إنسان حاليا عندي أي إنسان أحس نفس أني أقدر أستفيد منه لو كلمة حلوة لو بجلسته لو بلباقته أنا أحب أحتفظ فيه ولكن والله ما أدري إيش بقولها كلامة ولكن توصل مرحلة مرات من عمرك تحس في ناس ثقل عليك وهم ما لهم داعي أنهم يكونوا ثقل عليك تكون مضطر تجاملهم سنين وسنين 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 وتبلع موس كم واحد كانوا موس لا الحمد لله ما عندي لا شوف خليني اقول شغله من 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 نرجع للديوانيه اقول لك ليه لان الديوانيه من محاسنها ان اللي يجيك يحبك بعكس لما انت تروح تسير على شخص احتمال يكون في 3-4 جالسين ما يحبونك اساسا وانت مسير الان فانا اقول لك يعني ما عندي كثير لا ما يمكن يحبونك ليش انت اول واحد تاكله اول واحد تقول سلطان غير يعني زايرهم ومخفف لما تقول سلطان اراده غير اقول سلطان اراده غير اكيد في حياتي انه يعني بالعكس انا مسمي سلطان السعاده ليه لانه هو في طاقه ايجابيه جدا حلوه سلطان السعاده خوش لقب حبيته بس يقولون انك في الديوانيه لا دشيت اول واحد تاكل اول واحد تقوم اي صح ليش؟ والله شوف انا اول شيء احيي مستحيل ما تبيهم على قولت اخوان اللبنانيين ما حبيتهم ارقام بعض اصدقائي ولا ادري ايش الموضوع اللي صار بينهم لكن ظهرنا ما شاء الله شطار جدا عندكم انا اول واحد اقعد على الصحن صح مو اول واحد لا يعني ويا الناس بس اشبع بسرعه انا ودي اني اكل عدل بس ما عندي مشكله في الاكل يعني انا اروح العب بالنادي عكس الناس يلعبون بالنادي عشان يخسون انا العب بالنادي عشان امتن لا انت النوع اللي حر لا انا هالنوع يقهرني اللي يلعب بالنادي عشان يمتن انا ودي والله انا اروح النادي عشان احرق طاقه ندور هالموضوع تنفتح شهيتي شوي واكل فالحمد لله تحرق طاقه تنفتح شهيتك تاكل نسلفك طاقه كلنا احنا من غير شيء من غير ما نلعب رياضه ولا شيء
يقولون انك ملول. انا يعني ممكن اقيس نفسي اذا في مثلا نقول الالعاب مثل بلاي ستيشن، وانا صغير ما احب العب يعني بلاي ستيشن واقابل لي شيء فوق الساعه بس بطالع في هذا، اي انا ملول، عرفت نفسي من الشغله هذه. او ورقه يعني الجنب. الشعر مو ملول؟ لا بالعكس، الشعر صديقك يعني. الشعر شعر انت رايح بسياره، انا من زمان ما اسمع يعني اغاني جدا ما اسمعها يعني. اركب سياره هدوء ساكت يعني، بس صوت الله يعزكم يعني صوت السفلت بس يمكن بس يكون موجود، والسياره ليه؟ لان اتكلم يعني ويا نفسي، والشعر صديقك يعني، متضايق فضفض لك. سمعني من صديقك يقول شو اسولف لك. بعد طول الغياب اللي كالضلوعي وباح الحزن ودموعي، تبي اكذب واقول بخير، انا ويني وين الخير لو احلف لك. شو اسولف لك؟ انا اخر ليل جمعنا وعن الغصه موادعنا وعن الذكرى وبقايا عطر تذكرني بدفى وصلك. لو انك عامل باصلك، لو انك عامل باصلك شو اسولف لك؟ تعبت اجامل اوجاعي وصارت حالتي صعبه، لن الميت ولا الناعي، امانه هي كذا اللعبه، اعيش بداخلي غربه، يا ليت اقدر واوصف لك واسولف لك. رفيق الجرح وش جابك بعد طول الغياب الحين، وحشتك طعنه احبابك ما كنا بعاد مرتاحين، ولا رجي قربك ووصلك وبيجهلك شو اسولف لك، انا مليت اسولف لك. فعلا الواحد بعض المرات يمل وهو يسولف من كثر الالم اللي يعتصره من داخل. برد حق التفاؤل، برد حق التفاؤل الامل بعد الفاصل. رجعنا من جديد وللحين قاعدين نشيك على الصوره مع الاستاذ يوسف القلاف. تسلم ايدك يا يوسف. لكن نرجع لحوارنا ومحور حديثنا، لا ما شاء الله اخذ فيها درب طويل، تقريبا خلص تقريبا. ها عجبتك ولا تبي تعدل تضيف عليه شوي؟ والله لحد الان ماشي معي الوضع. نقول ان تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي يقولون ان انت من ضمن الشعر اللي شعر ابو بيتين. شلون يعني شعر ابو بيتين؟ يعني ما عادت تكمل القصيده طويله معك. لا بالعكس، انا اللي عندي اربع دواوين يعني مو شعر. انا عندي ديوان غيبتك وديوان طلسمه وديوان هواجس ديوان، ويعني كتبت يعني قصائد مطوله. إيه لكن يرغمنا انت الانستغرام وهذول يعني كان الوقت 15 ثانيه صح، فيدوبك تقول فيها بيتين، ولكن بيتين تكون يعني مركزه. يعني فكره فيها فكره وتقولها ببيتين، وشطاره كانت هذه انك انت تخلص فكرتك في بيتين. فاكيد هذا الكلام عادي مردود عليه يعني خش. كل شاعر له معروف هو اساسا منه هذا يعني. حلو. طيب احنا نقول ان وسائل التواصل الاجتماعي، بما ان احنا قاعدين نسولف عن السوشيال ميديا، قطعت فتره. اي نعم. ليش رجعت؟ عشان السوشيال ميديا؟ رجعت انا قطعت فتره صحيح. رجعت ورا تشجيع من اخوي شاعر محمد جرار السالي. وجهت علي اليوم رايح لندن ان شاء الله. فمحمد كان يعني الح اني انا ارجع للشعر واكتب من جديد. انا قطعت لاسباب معينه، فسبحان الله. اسباب شخصيه ولا اسباب ضد احد من الساحه ولا؟ انا صدري صدر الطير على قولت، ما دمعه تملاه يعني بسرعه يضيء. فسبحان الله. اي والله، فتركت كله يعني، تركت الوسط كله. يعني ممكن تحوشك الحاله مره ثانيه؟ اي عادي. لا جد والله. يعني انا عندي ان اخذ راحتي، يعني عندي راحتي فوق الشعر. يعني فوق الشعر اي واحد، اي انسان اتوقع ان راحته فوق اي شيء في الدنيا. بس الوسط هذا يبي له قلب، يبي له مجابل، يبي له نفس، يبي له جبال، يبي له مجابل، يبي له نفس، ويبي له طولة بال، ويبي له تحمل آخرين، يبي له حتى الآراء الثانية تحملها. أنا من زمان متعود على الشغلة هذه من سنين أساسا وأنا صغير. أوكي. أنا بديت أساسا وأنا صغير. شو اللي غير؟ خلاص الإنسان له طاقة شوي، بعدين نفس ما قلت لي يعني في شغلات. أي طاقة؟ أنا ما أبي أقول كم عمرك، تبارك الرحمن، العمر مو بالرقم. وينك وين والإنسان بينه طاقة؟ تو الناس مو قصة طاقة، أنت مو فاهمتها. يعني أنا يوم من الأيام التفت لقيت إن أنا ما عندي إلا شعر، لكن ما سويت شيء لنفسي، ما سويت شيء لبيتي. التفت ما عندي، بس عندي شعر. فكان في شغلات حاجة، في شغلات اتضحت إن فيها أهم من الشعر. في بيت، في احتياج، في
في ناس في عندك انت انت من نسيج. قبل وانا اكتب الشعر احس نفسي ترى بس طاير محل عالم بروحك. عالم بروحي حلو الواحد لما يعيش عالم بروحه فتره فتره. انا اقول يحدك الوقت تفرح بتفه الاشياء ويحدك تكون قانع وانت مو قانع. ان صار حلمك يخالع ويخالف واقعك فحيا على الاماني وخالف عالم الواقع. انا عشت على الاماني ولكن انت بالتالي راح ترجع الأمان يعني وعالمك الواقع وراح تحتك فيه غصب. فاتصور انه في شغلات كثيره اهم من احنا نسوي وفي شغلات وايد حلوه نشوفها في الانستغرام. انا اعتبر الشعر هوايه على فكره. قبل كنت احس الشعر نبض هوا يعني كان لا تكتب شعر كان اقطع نسمك شوي. هذا في فتره من الفترات كان هذا الشعر كان بالمنظور هذا اشوفه. لكن الحين لا عاد اترك شعر يعني شو فيها انك تركت الشعر ويهون عليك اللي راح نشوفه الحين؟ من الحين شوف وروني. عط عمرك الراحة وريح ضميرك لا يهمك اللي في تعثرك يسعون حقك أبد ما ياخذ شخص غيرك كان انكتب لك حق والله يبطون ولا يختلف مشيك وتابع مسيرك خل حاسدك يسهر من أخطاك مغبون وان صار حزنك بالحنايا خشيرك اجحده وتوكل على الله ويهون وحدك تحدد وشو تالي مصيرك حاول تكون اللي تبي دايم تكون بالك تصير إنسان تشبه لغيرك لو 40 كملوا نصف مليون وإن كان قالوا ما هو قوله يضيرك انظر لها منها وكانت يقولون لو كان تسمعها فلا طار طيرك ومسيت مثل اللي تقف فوق مركون يظل يا المجروح ربي يجيرك يفدونك اللي هات ثمن يودون طالبك لا تجزع وريح ضميرك ونحاربوك الدون لا يهمك الدون. وين عليك هالعالم؟ قصدك يعني تقصدين الجمهور يعني؟ الجمهور، المتابعين، تصفيق الناس لما تسمع بيت وقصيدة. بالعكس هذا اللي خذيته يعني خليني أقول لك اللي خذيته أساسا غير محبة الناس. أنا يعني شنو خذيت يعني فترة أقول يعني ما كان أساسا الشعر ما هو مثل شيء ثاني الفن وكذا. الشعر يعني إن لم تكن مرتزقة يعني تروح وتمدح وتمسح جوخ واجد ولا ما يجيب لك شيء اساسا. لازم تكون بالكل فيصل الكل. خلنا نتكلم قول. انا اللي اخذت المكسب الحقيقي اللي اخذته قلوب خلق الله اللي حبوني وانا حبيتهم. هذا هو. لكن ما تقولي لي يهونون عليك اقول لا ما يهونون علي ولكن انا بشر يعني انا نفس يعني نفس مثل هم انفس تضيق وتتعب وتكل وتمل بشر. انا لاني نبي يعني منزل على اني اتحمل شيء فوق. مخالف بس انت عيشني الحين في تناقض بين انك تقول لي الشعر احبه ويعيشني في عالم وبين انك تقول لي اصحى فجاه لا ما ابي الشعر خليني ما انا صحيت فجاه يوم من الايام وقطعت 5 سنين يعني. ليش؟ نفسيتي يعني اتعب يعني اقول يعني نفس التعب النفسي يجيك مرات فاهم شلون؟ فشنو تطالع انت البوابه اللي متعبتك نفسيا؟ تلقى الشعر مثلا. والله العظيم ما ذقت الراحة. الراحة اللي هي الراحة. الا لما تركت الشعر 5 سنين ترى فعلا ارتحت نفسي. والله ما ادري ليش احسه هو الحلقة الاضعف المسكين اللي كل ما هذا تفرغ همومك فيه وتتركه فترة. هو فعلا هذا هو. كتبت فيه نصوص. ولكن يمكن كان نوعا ما الشهرة كانت عاتقها كبير علي شوي. ما أول مرة أسمع هالصيغة. الشهرة كبيرة علي شوي. ما حبيتها يعني حيل. يعني ليش؟ والله الناس تدورها وتبحث عنها. انا ترى نادر تلقاني مثلا بكفي ولا نادر تلقاني مثلا اتمشى. انا ترى راعي ديوانيه ومجلس وعلى قولتهم رجال وفنجال بس لا اكثر. بس انه تجي شيء حلو شهره لها محاسنها اكثر من مساوئها. انا ادري. طيب المحاسن اللي خذيتها من الشهره جدا كانت دبل الدبلات المساوئ ولكن انا السوء اكره يعني ما ننفس طويل اني اتحمل شيء انا ما ابي اتحمل. طيب اتمنى واضحه الصوره يعني واضحه الصوره بس انه نقول العزاء في هذا الموضوع ان انت تنقل هذا الشيء للناس اللي تحبهم مثلا اللي حواليك. ولد عمك مثلا قلت لي انه هو ايضا يكتب هذا النوع من الشعر كليه. متابعتك احتضانك لهم على الاقل. بالعكس انا حتى وانا قاطع الشعر كنت ادعمه يعني
حتى معنويا ادعمه اكثر. يعني كنت قاطع شعرك، انا هو تلميذي يعني فهد، انا اتكلم بصراحه. فهو ما شاء الله وشاعر متفرد الحين هو، وانا كنت تارك الشعر لما كنت اساعد، يعني اساعده مثل ما ساعدني والدي الله يرحمه، وما كان عنده احد يساعده الا فيصل اخوه اللي يشوفه انه اخوه كبير. طيب شو الاقرب لك، لتويتر ولا السناب ولا الانستغرام ولا الفيسبوك ولا تويتر؟ انا ما حبيته كثير لان تويتر كان 140 حرف، فما حتى بعض الابيات ما يكفي، هي بس اللي عايقتك يعني. اي فما تقدر تكتب فيها قصيده مرات. اضافه لتويتر مكان للنقاش، وانا ما احب اتناقش بامور كثيره يعني. حول بعض الشعراء اصلا الى رياضيين، حول بعض الشعراء الى سياسيين، حول بعضهم الى مشايخ الدين، والله بعضهم يفتي لك يقول لا هذا يجوز. اي في انا هذا مو مجالي. السناب شات هو يوميات، فاهم شلون؟ ولا هو يكون نفس التوثيق او شيء. الانستغرام مثل ما استعان البرنامج الحين في الانستغرام هني وخذ قصيده كامله وعرضها، انا اتوقع انه هو يوثق اكثر من غيره، فحس اقرب لي الانستغرام لانه هو معطيني هويتي الصحيحه، انه انا اكون شاعر ما لي شغل في الكره ولا لي شغل في السياسه. حلو. طيب في موهبه من درى انك ضيفنا اليوم اصر انه هو يسمعك قصيده عشان تحكم ينفع، ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع ينفع. من؟ مدري. بس لازم تسمعها بالاول. نقول حي الله من اتصل فينا وسمعنا القصيده. يكفيك عن باب ردود ابتسام والرجل ما كل السؤال تهزه. ناس انت عاملها بقدر وكرامه وناس انت جاهلها نفسك معزه. والمحترم يفرض عليك احترامه وتدراه عن شيء من نفسه يحزه. والمجلس اللي ما ينومك مقامه عجل فنجاله كرم وهزه. ما تجتمع عروس الطنخ والرخامة، ما تلتقي موقف ولا ايات حزة. ناس تجمعها صحون الكرامة وناس نجمعها مواعين مزة. والداشر اللي ما يسمن كلامه مثل الكدش ما غربوها وفزة. لو ادعي ان السليل الزعامة حرام ما ينفع لو انك كذا. صح لسانك يا فهد فيصل العدواني. ينفع؟ رب بيتك وفاجأتوني لكن اي والله. اول شيء عسى الله يوفقه، انا والله ودي فهدك اي انسان يبي ولدي يكون افضل منه مليون مره. فهد يحب الشعر ويحفظ الشعر ويذكرني بصغري، يعني انا كنت اكثر ما كنت، يعني ما كنت شاعر لكن كنت حافظ للشعر اكثر ما اكون انا شاعر. كم عمره اسم الله عليه؟ فهد عمره 14 الحين او شيء. فهد شلونك يبا؟ الحمد لله بخير. شلون؟ ماسك الديوانيه اقول له دائما اقول ماسك الديوانيه. شلون المفاجاه؟ شلون المفاجاه؟ يسالك. يبا روعه الله يخليك لي ان شاء الله. ان شاء الله دوم يا ربي يبلغك فيه بالعفو والعافيه. تكتب من امتى؟ من كم عمرك فهد حسيت روحك تقدر؟ انا اي والله حاولت اوريها اقول بس ما يكتب، ما كتب لحد، ما كتب. بس فهد عنده شغله حلوه يعني يسمعنا انا ويا عمه فهد الدحاني نلعب قلطه مرات بالسياره يرد والله بيت، يعني يجيب شطر مثلا كامل وموزون، فحلو جدا انه يعني في عندنا الملكة، عنده الارتجال. يا سلام عنده الارتجال هذا ذكرني. فهو شويه بلا صقل ويحفظ 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 من مو شرط شعر ابوه، حفظ شعراء الناس الثانيين. انا حفظ قصائد مرشد البدال، حفظ قصائد محمد الخس، هذول قبل شياب يعني الحين، وبعضهم توفى مرشد البدال الله يرحمه. رحمه الله. فهذول ما كنت بس احفظ الشايبي، احفظ اي قصيده جميله احفظها. فهد عندك مدرسه؟ الوالد بالنسبة لك مدرسة، إن شاء الله عطاني عمر ألقاك مكان الوالد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله يا فهد. قلت إنه هو مجاب الديوانية الحين. إيه هو دائما. أنت مأمن على الحين هدهم ويانا ترك. أقول أنت ليش سويت مثلا يقول مثلا بسافر مثلا يقول بروح معك، أقول ولم يمسك الديوانية منه، يقول صح روح سافر وأنا أمسك الديوانية. طيب بس هذا. نسمع قصيدة. يقول اللي ما هم مقسوم ما هم مقسوم، والرزق بيد الله والانعام بيده، قم اطلب الوالي وناجيه كل يوم يغنيك عن منة عطايا عبيده. ويا قوم لو انك تهقويت يا قوم وشبحك سماوي للنجوم البعيده، ما اسم شيء ما دخل حيز السوم وكانك خطا غيرك لنفسك تعيده. لو تجتهد وتقوم وتطيح وتقوم ولك نفس ما ترضى ودايم عنيده، وتهذل هذال الذيب وتغوص وتعوم ما صدت غير اللي انكتب لك تصيده. ترى البشر ما بين معطى ومحروم، ناسنا بخير وغيرهم على الحديده، وترى الغنى بالستر والعافيه دوم، واكبر حضيض اللي صلاته رصيده. صح
لسانك. يعني احس ان الواقع هو اللي حتم عليك تكتب القصيده. والله اجمل القصائد اللي تطلع من قلبك. يعني انا كتبت بعض القصائد اللي يعني ما لها مناسبه، ولكن مجرد اللي ابي اكتب سبحان الله تطلع، ولكن تطلع فاقده روح، ولو انه يكون فيها صور ويكون فيها كذا، لكن ما هي ما لها روح. بعكس بعض القصائد تكون جدا سهله وبسيطه، والسهل الممتنع يسمونها، او اللغه البيضاء اللي هي اللغه السهله، وتوصل للقلب دايركت. يعني هم الشعر توافيج؟ ايه. الله يرحم الشايب يقول القصيده مثل البنت، يقول بعضهم نصيبها حلو بعضهم نصيبها ما لها نصيب. يعني حتى لو كانت البنت هذه جميله، بعض القصائد فعلا مثل البنت الجميله تتوقع انها راح تضرب الدنيا، فاهم شلون؟ وتمر مرور الكرام، ما حد يقدر هذه القصيده، وتروح وتنسى وتنطوي. تضربت مثل صح يعني. لا والله صح، يعني مو شرط ان تكون جميله ان يكون لها نصيب، فالقصيده مثل البنت. طيب نشرت بصفحتك بالانستغرام شيلة بصوت صالح اليامي. كثير عندي الشيلات. نتكلم عن التعاون اللي كان انا والله حاشا بينكم. انا اقول الشيلات حاليا صارت ما شاء الله، يعني عندك بعض الشيلات عند صالح اليامي 21 مليون مشاهده. انا الفنانين الحين ما يحصل 21 مليون، وفي بعض الفنانين يحصل اكثر من هالشغله هذه. الناس صاروا نفس ما تقولين مالوا للشيلات نوعا ما. انا والله مو مودي حيل الشيلات، خلينا تكون انا بدأوا يستهوني بصراحه، بديت احبهم وايد. انا والله ما يستهوني الشيء هذا، ولكن تحاشي اني انا اعطي فنان، اعطي منشد. وبعدين بعض المنشدين ما شاء الله عندهم احساس جدا رائع، مثل عند صالح، مثل محمد بن زميع، مثل عندرب العوير، ناس اسامي كثيره. هذول تعاونت وياهم، وفي شيلات نازله في الطريق يعني نفس الطريقه. نعم. أنا الوقت بسرعة قاعد يركض، ما أدري شنو سحر هذا البرنامج اللي كل ما يوني ناس مثلك وشرواك الوقت شرواك يركض بسرعة. بس قبل لا أروح هم بعد طمعانة بقصيدة أخيرة. يقول لا ما دمر قرطاج يكود حاجة، يا ما دمر قرطاج يكود حاجة، إنها هقت بجنودها تكسر الروم، هزت بيدها عرش ما طاح تاجه، غلطة لكن الثمن جاوز السوم، وانتي نشبتي وسط عنق الزجاجة، لقاوي المخراج وش عاد لو حوم، مثل الذي ضيع عشاها بعجاجة، ولا هو على درب الوعر كان ملزوم، مستبدلة مستبدلة عذب القراح بهماجة، أغواك شيطانك على راي منجوم، وعثتي بقلبي ثم طفيتي سراجة، واصبح على كرهك تقلته مفطوم، شوفي حصاد اليوم وشو خراجه، الفرق واضح بينك الأمس واليوم، من بعد ما كنت الهوى وابتهاجه حل الغضب واستفحلت جرحة اللوم، يا كثر ما بالي تعكر مزاجه، ولا قلت لك يا كود حاضر ومفهوم، ويا كثر ما رايك براني انعواجه، وكل ما وصلت السيف باشرتني بعوم، ويا كثر كثر اللي عذابك نتاجه، كان الشقى الفيصل مقدر ومقسوم، وكان الفرح قصر طويل انسياجه، صورة رسمتيها وأنا بت محروم، الصبر دايم ينتهي بانفراجه، اللامعك صبري غدا ما له لزوم، ما كل داء له دواه وعلاجه، خاصة بطبع الناس يا ويه يا قوم، النفس طابت والفجر في انبلاجه، يرفع ستار الليل والليل محموم، واليوم جيتي تطلبي بس حاجة، عندك صغيرة ودونها عندي علوم، ترجين صفحي وش بقى للسذاجة، يا شيخ روحي وأنا قادر أقوم. الله الله صح لسانك. يعني اتمنى بصراحه ان تستمر دنياك كلها شعر دوم، يعني ما توقف ان شاء الله. نبي نسمع من هالشعر الحلو دائما، ونورتني جيتك، وشكرا على انك لبيت هذه الدعوه، ما تدري ايش كثر انا فرحت بهذا الموضوع بوجودك معنا اليوم. شكرا لي أختي. وان شاء الله دوم مو بس هذه المره. انا اشكرك واشكر اختي اميره نجم الاعداد، واشكر اخونا مخرجنا وصديق الطفوله طلال، وتفاجأت انه هو مخرج البرنامج لما جيتني. نحن نعمل في صمت على قولتهم. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقكم. وما قصرت، لكن الصوره يمكن قاعدين الحين نشوفها اللي اكتملت، وصورتك بقلوبنا مكتمله اكيد، لكن هذه الصوره تسلم ايدك استاذي، هذه هديتنا لك اليوم. شكرا، الف شكر. يمكن وجود ايضا استاذ القلاف معنا اليوم من خلال الرسم امتعنا جدا، راح نتعرف على ادق التفاصيل بعد شوي. كان الليل وايد حلو اليوم بوجود الشعر والاحساس اللي ايضا يرافق البعض باحاسيسه، لكن
بالنسبة للحب الجانب الآخر اللي هو الأكل بالنسبة لبعض الناس قد يكون فيه شيف من نوع خاص، خاصة لما يكون أصغر شيف. شوفوا معنا.